السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. استشهاد مواطن أثناء قمع مظاهرة سلمية بمحافظة شبوة تطالب بعودة النخبة الشبوانية. وقفة احتجاجية بالمكلا تطالب بعودة أكثر من 200 طالبا وطالبة من أبناء حجر إلى مقاعد الدرس. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية لعمال النظافة بلحج. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. احتشد أبناء محافظة شبوة من مظاهرة سلمية للمطالبة بعودة قوات النخبة الشبوانية واستلامها مهام الأمن بالمحافظة ورحيل قوات ما يسمى بحزب الإصلاح المسيطرة على أمن المحافظة. وردد المشاركون بالفعالية شعارات تدعو لاستقلال الجنوب وعودة قوات النخبة الشبوانية وشعارات أخرى معارضة لحزب الإصلاح وميليشيات الحوثي وكافة التنظيمات المتطرفة. وشهدت الفعالية السلمية قمع للمتظاهرين وإطلاق الأعيرة النارية من قبل قوات الإصلاح المسيطرة على مدينة عزان، مما تسبب في استشهاد مواطن وإصابة آخرين من أبناء شبوة على إكمال الفعالية الجماهيرية رغم محاولة تفريقهم بقوة السلاح والقمع واعتقال بعض الناشطين من قبل ميليشيات الإصلاح. التقى الأمين العام للمجلس الانتقالي الجنوبي أحمد لملس بمعية مساعده فضل محمد الجعدي في مقر الأمانة العامة بالقيادة المحلية للمجلس الانتقالي بمحافظة شبوة. وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الأمنية في شبوة وتجاوزات وانتهاكات القوات العسكرية لما يسمى بالجيش الوطني بحق المواطنين في مختلف مديريات المحافظة. ونقلت قيادة المجلس بشبوة استياء المواطنين من تصرفات الميليشيات في أعمال النهب والتخريب واستفزاز المواطنين في نقاط التفتيش والممارسات الغير إنسانية. وأكد أمين عام الانتقالي متابعة قيادة المجلس لما يجري في المحافظات وحرصها على إزالة المعاناة على المواطنين. بحث الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أحمد حامد لملس مع مدير أمن العاصمة عدن اللواء شلال علي شايع عدد من المواضيع والقضايا المتصلة بالجوانب الأمنية وجهود الأجهزة الأمنية في العاصمة عدن. وخلال اللقاء اطلع الأمين العام على حالة الوضع الأمني وجهود الأجهزة الأمنية وأقسام الشرطة في عموم مديريات العاصمة عدن في فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وضبط المتورطين في الأعمال التخريبية ومرتكبي الجرائم الجنائية. واستعرض مدير أمن عدن جهود أجهزة الأمن وإدارة المرور في ضبط السيارات الغير مرقمة والتشديد على مالكي السيارات بضرورة ترقيم السيارات للحد من الاختراقات الأمنية ومساعدة الأمن في تأدية مهامهم في مكافحة الإرهاب والتطرف. إلى ذلك أشاد الأمين العام بجهود قيادة أمن عدن في تتبع الجريمة والحد منها، مشيرا إلى ضرورة مضاعفة الجهود وبذل أقصاها كون العاصمة عدن تواجه تحديات كثيرة. ناقش وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي الأوضاع الرياضية في مديرية غيل بن يمين وسبل الاستفادة من طاقات الشباب والرياضيين في تطوير الأنشطة الرياضية في مختلف الألعاب. وتطرق اللقاء الذي ضم رئيس وأعضاء إدارة نادي نهضة الريدة إلى الاحتياجات العاجلة للنشاط الرياضي في المديرية ومشاركة النادي في المنافسات الرياضية القادمة. وحث الوكيل بن حبريش على وضع التصورات التي تسهم في الارتقاء بالأنشطة الرياضية والشبابية بالمديرية
ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه نادي نهضة الريدة، والذي يعد من الأندية الرياضية حديثة الاعتراف من وزارة الشباب والرياضة. وفي ختام اللقاء كرم مجلس إدارة نادي نهضة الريدة وكيل أول حضرموت بدرع تذكاري تقديرا لدعمه ومساندته للنادي والرياضيين بالمديرية. نفذ أبناء مديرية حجر وقفة احتجاجية أمام مبنى مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت بمدينة المكلا للمطالبة بعودة أكثر من 200 طالبا وطالبة حرموا من التعليم في المديرية. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. قرارات أصدرتها قيادة مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت في نهاية أغسطس الماضي تسببت في معاناة أكثر من 200 طالب وطالبة من مديرية حجر وحرمانهم في حقهم من التعليم، وأجبروا على العيش خارج مقاعد الدراسة منذ انطلاق العام الدراسي الجديد. وعلى خلفية هذا القرار نفذ أبناء مديرية حجر وقفة احتجاجية أمام مبنى مكتب التربية والتعليم بساحل حضرموت بالمكلا للمطالبة بعودة الطلاب الذين أحرموا من أحقية التعليم في المديرية. نحن جينا إلى هنا أمام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة لتضامن مع طلابنا وأبنائنا من أبناء المناطق التي تم اتخاذ قرار بإغلاقها من قبل الأخ مدير عام التربية والتعليم بالمحافظة، ونظرا لأهمية التعليم في مناطق الريفية فإنه يتطلب علينا الوقوف إلى جانب أبنائنا لكونهم حرموا من تعليمهم، أن يدعمهم بتشجيعهم في الدراسة أغلق مدارسهم بحجة عدم وجود مبنى مدرسي، ونحن نعتبر أن هذا ليس مبرر، أن المبرر أنه لابد من توفير التعليم لكافة أبنائنا. والأمر الثاني الذي جعلنا أن نوقف في هذا المكان هو عدم قبول عبدون بمقابلة أولياء أمور الطلاب، لكونهم أكثر من مرة يترددوا على مكتب إدارة التربية والتعليم لاستماع لهمومهم ومطالبهم رفض أن يقابلهم، وما هناك أي استجابة خلال شهر كامل مضى وأبنائنا منقطعين عن الدراسة. شعارات ولافتات تنص على أن التعليم حق للجميع رفعت في الوقفة، ومطالبات أطلقها أهالي حجر بالتدخل السريع من قبل السلطة المحلية بالمحافظة لإنقاذ أكثر من 200 طالب وطالبة من الجهل والأمية وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة والتوجيه باستكمال المشاريع التعليمية المتعثرة. عندما عيالنا توجهوا إلى المدرسة معنا الفصل الأولى جاهم أمر بالتوقيف، وطالبنا المدير ولحد الآن موقف لهم أكثر من 15 يوم، ونحن عند المكتب حقه ما قبل، إحنا يوصل لما عند الباب ويرجع، ونائب المدير حقه قال إن هذا الحل معنا أمر ماشي، لا يدرسوا عيالكم ولا خلوهم أميين. ولفتت النظر إلى معنا أولادنا والتلاميذ اللي حرموا من قبل هذول المدراء، علينا السلطة أن تتابع وتهتم بأمورنا وبأمور أولادنا من قبل عبدون، وتحل مشكلة حول أولادنا للتعليم. أما دراسة حسب الأوائل ما كان في السنين السابقة قبل 13 سنة، أو نحن ما احنا معترضين في قرارهم توفير مواصلات لأولادنا لأي مدرسة مناسبة لهم. القائمون على الوقفة أصدروا بيانا يجدد التأكيد على فتح الصفوف الدراسية وإعادة الطلاب إلى مقاعدهم لتلقي التعليم دون أي أغراض سياسية أو تشويهات إعلامية لأي شخص أو جهة، وإنما تأتي كصف واحد ضد الانتهاك الذي طال الطلاب وأحرمهم من أحقية التعليم. إن من خلال وقفتنا هذا اليوم ليس لنا أي غرض سياسي أو تشويه إعلامي لأي شخص أو جهة، وإنما نأتي كصف واحد ضد الانتهاك الذي طال طلابنا لحرمانهم في التعليم، وعليه فإننا نطالب التحرك السريع والعاجل من قبل إدارة التربية والتعليم بالمحافظة ومثلة بالأستاذ جمال سالم عبدون لإعادة أبناء حجر في مناطق المعابر والغياضات وشعب أخواصة وجزول والقيمة والخشعة وكنينة والعطف وغيرها من المناطق إلى مدارسهم وهي مناسبة نرفعها
لنرفع مناشدتنا للسلطة المحلية بالمحافظة بقيادة اللواء الركن فرج سلمين البحسني ووكيل أول حضرموت الشيخ عمر بن حبريش العلي بالتدخل العاجل لفتح الدراسة أمام أبنائنا، ونوجه دعوة إلى كافة المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والمكونات الشعبية للوقوف مع مطالبنا المشروعة في حق أبناء مديرية حجر في التعليم. اختتم صندوق دعم الشباب بمحافظة حضرموت الدورة التدريبية تحت عنوان خطوات لبناء مشروعي للعملاء المتقدمين لطلب التمويل من الصندوق بمدينة المكلا برعاية محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية. واستهدفت الدورة 15 من عملاء الصندوق واستمرت من 22 من سبتمبر حتى 3 من أكتوبر الجاري، وتلقى المشاركين في البرنامج على حزمة تدريبية من المهارات الحياتية وريادة الأعمال ودراسة الجدوى الاقتصادية وخطط المشاريع ومزايا التسويق ومسك الدفاتر المالية. وحثت المدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب بحضرموت سلاف الحنشي المشاركين في البرنامج على تطبيق المفاهيم والمعارف التي اكتسبوها في الدورة والتي ستحسن من أداء إداراتهم للمشاريع، مشيرة إلى أنه في مطلع الأسبوع المقبل سيتم البدء في إجراءات استكمال عملية التمويل لمشاريعهم بناء على دراسات الجدوى التي تم إعدادها خلال البرنامج التدريبي. وفي ختام اليوم الختامي قدمت المدير التنفيذي لصندوق دعم الشباب شهادات مشاركة للمتدربين في البرنامج. اختتمت الدورة التدريبية لمتطوعات صحة المجتمع بمديرية الشحر التي يقيمها مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة وبتمويل من منظمة الصحة العالمية. وخلال اختتام الدورة التي شارك فيها 24 متدربة أشاد المدير العام لمديرية الشحر المهندس أميل بارزاق بجهود مكتب الصحة بالمحافظة لإقامة مثل هذه الدورات التي تعمل على توعية المجتمع بمخاطر سوء التغذية الذي يهدد حياة الأطفال والأمهات الحوامل، مؤكدا على استعداد السلطة المحلية بالمديرية بتقديم كامل الدعم والمساندة لإنجاح مثل هذه الدورات التوعوية التي تخدم المجتمع. بدورها أكدت المشرفة المركزي على الدورة الأستاذة عواطف حمادي أن الدورة تهدف إلى التقليل من مستوى سوء التغذية في الأطفال دون السن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات. وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية لعمال النظافة في مديريتي الحوطة وتبن بمحافظة لحج والبالغ عددهم 174 عامل. وخلال التوزيع أشاد مدير صندوق النظافة بلحج العقيد محمد الرجاعي باللفتة الإنسانية التي قام بها الهلال الأحمر الإماراتي بتقديم السلة الغذائية لعمال النظافة، مشيدا بهذه الجهود الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي في مختلف المجالات والتي كان آخرها تنفيذ حملة النظافة الواسعة لرفع أقوام القمامة من شوارع المحافظة. من جانبهم أوضح عمال النظافة بمحافظة لحج أن الهلال الأحمر الإماراتي أول منظمة إنسانية تقدم لهم هذه المساعدات، ومعبرين عن شكرهم لدولة الإمارات على كل ما تقدمه لمحافظة لحج. السيدات والسادة، بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة. أعود وأذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. استشهاد مواطن أثناء قمع مظاهرة سلمية بمحافظة شبوة تطالب بعودة النخبة الشبوانية. وقفة احتجاجية بالمكلا تطالب بعودة أكثر من 200 طالبا وطالبة من أبناء حجر إلى مقاعد الدرس. الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية لعمال النظافة بلحج. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه النشرة. حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.